استناوه حتى يرجع الماتش ايش بنعمل؟ هل استناوه كما الناس كلها والفار ما تقدش ايش بنعمل؟ شو ذي الفار واقف هذا؟ معناتها تستنكر فيديو معناتها فينال كما هكا وفار طايح حمبان ولا مادامو الاربيتر قال اورجو نوتر خاطر الاربيتر قال اورجو اورجو هكا هو عملونا كيما بارتي الراجي وقت هكا وقفونا الماتش ومن بعد ما مغاروا علينا هذه طبعا كانت الأجواء تبعناها بين الملعب وطبعا في باب السويقة وكانت طبعا أجواء حتى طبعا للسحور هم الناس في استاد معناها برشا خرجوا الماتش قعد نهارين وليه وكا وعاد خرب وقت السحور الناس ياكل ما خدمش كيفاه وسهرين في جوان تعقيبا على نقطة أخرى ما أثرنا الإخوان المغاربة قالوا أنه كيفاش المباراة تبدا نهار 31 وكان كملت بينالتيات يعطيك الصحة الريح كيف غير قلنا كان تكمل بينالتيات اللعبة معناها كنا نكملوا اكيد ماهوش موضوع انا نقول لك من 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 الناحية القانونية رئيس الوداد نعاود نرجع يجهل القانون يجهل القانون واللي معاه الكل يجهل القانون وحتى احترازاتهم كانت فارغة وما عرفوش حتى كيفاش يقدموا احتراز معناها هذا هو الشيء وهذا لا يليق بفريق كبير لا يليق بفريق في سمعة الوداد ربي يخلي باش نقول حاجة أخرى على موضوع هذا على الاجتماع اللي مش نسكروا الموضوع من الناحيه هذه اللي باش يتم
علمنا انه فما فريق الوداد باش يتنقل، هذا اللي تناقلوه معناها الاعلاميين الاخوان في المغرب باش يتنقل وباش يمشي لفرنسا، ما نعرفش باش يقبلوا الكاف ولا. احنا غدوه باذن الله باش نراسلوا باش نقولوا لو معناها بور الباراليزم دي فورم، اذا كان باش يقبلوا فريق الوداد لازم الترجي الرياضي التونسي يكون موجود ويكون يدلي برايه. وعلى ما سمعنا احنا انه اجتماع معناها المكتب التنفيذي ماهوش اجتماع لسماع الانديه او لقبول الانديه، ولذا غدوه لازم نوضحوا النقطه هذيا. واكيد معناها حتى الجامعه التونسيه كره القدم باش تكون موجوده، والحقيقه معناها وما دام جبت الجامعه عندنا صور، خاطر ما دام تحكي انت على المغاربه مثلا ثم برشا تاويلات، فما صور هبطت على السيت نتاع الجامعه فيها استقبال رئيس الجامعه عليه رئيس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، عمل زياره ورا هو طبعا تجهيزات جديده واحد. هي صارت ليله الماتش، ليله الماتش معناها قبل الماتش في المغرب، قالوا صارت بعد الماتش. قالوا بعد الماتش وما نحكي لكمش، وقالوا راهو احمد بعد المباراه تحاول الجامعه باش يهنيهم وكانوا هو فرحان معناها بالفوز نتاع هذا كلام جماهير، لانه معناها القراب من الجامعه مش هذا مصور صور تاع اللي في الجامعه، مش هذوما قدموا ولا ما عرفش كان عندكم يعرفوا اللي علاقه معناها تونس بالكونفدراليه ما عندهاش علاقه خاصه بل علاقه احترام متبادل. ونحب نعاود وناكد للناس اللي معناها والخيان المغاربه راهو هذا اشكال قانوني، فريق الوداد دفع على نفسه، راه ما فماش عركه بين مغاربه وتوانسه ولا وياد الترجي، راهو فما موضوع اشكال الفار اللي حتى في حاله ما اذا كيما قالوا الاخوان في الوداد باش يشتكيوا معناها للتاس، فباش يشتكيوا على الكاف في تطبيقها معناها للفار او لا. فالترجي الرياضي التونسي راهو ما عندوش عداوه مع فريق الوداد البيضاوي على عكس ما قاعد تتنقل فيه جميع هم يحبوا يردوها عركه بين ترجي والوداد وهي ابعد من هذيك. هذوما صور صارت ليله المباراه مش بعد المباراه، واحمد احمد تحاول الجامعه باش يهني الجامعه بالفوز. معين شعبين تاويل على المستوى الدبلوماسيه الرياضيه هو انه كذلك كان معتبر رئيس الكاف، انت الكلام هذا قلته اكثر من مره، محسوب على المغرب اللي هو محسوب على المغرب ولا. وبالتالي فما نوعا ما خيبه الامل، هو هبوطه للميدان، هو هبوطه للميدان ياكد انه هو قاعد يلوش في حل المغرب، معناها نقولوها بصراحه هذه، لانه كانت نجم تمشي الامور بصفه طبيعيه. معين الشعباني طبعا ثاني لقب افريقي ليه في ستة اشهر، انيس موسى سفيان الوجني ظل من حميده. توت بوسيبل في الفوتبول. نجاح كل مدرب في عالم كرة القدم مربوط بتوفر عدة معاوين، لكن تبقى أهمها الفكر التكتيكي وشخصيته ومعرفته بخفايا اللعبة. هما حاجتين، يا تطلع وتاخذ ريسك وتولي تحط الريسك باش تقبل بونت، يا تقعد إيكيليبري وقت اللي باش تماركي تماركي، وجاونا لي زوكازيون اللي تحطت في الشبكة واللي ما تحطتش، وهذاك اللي نبنيو عليه. معين من المدربين اللي حققوا انجاز عالمي، زوز القاب لامجد الكؤوس الافريقيه في ظرف 7 اشهر، واصغر مدرب يفوز بزوز القاب متتاليه في سن 37 سنه و11 شهر. اذا الموسم الفرد الشعباني خذا الفريق وهو في نصف النهائي وكمل به لمنصه التتويج، فان الترجي نسخه معين 2019 كان الاقوى في افريقيا. كنا موتيفي برشا باش ننزل التيتر هذايا. دونك قعدنا نستناه والحمد لله ربي انصفنا والحمد لله اني شامبيون. مدرب عرف يتعامل مع كل ماتش، وخاصة حسن التعامل مع الزاد البشري والرزنامة المضغوط. سي لو ترافاي كي باي، ما تنجمش تتعدى اوترومون، ما تنجمش. دونك برافو للاولاد، برافو ليفيكتيف كامل. الطموحات تكبر والثقة تزيد كل ما يتقدم في السباق، مع مدرب يعرف يحمي لاعبيه ويخليهم ديما سقيهم على الارض. اون دو اتر فيجيلون. ما نطيحوش في البياج نتاع الاستسهال، ما نطيحوش في البياج نتاع اللي احنا ترشحنا سيء. الى جانب حسن علاقته مع جوارته، فانه اظهر انسجام كبير مع الطاقم الفني اللي معاه. في لي ستاتيستيك ميور ديفونس، دوزيام ميور اتاك، حاجه باهيه، حاجه تتحسب للستاف تكنيك الكل، الجوارات وسي ستاف ميديكال اداره. ومع تقدم النهائي معين كان في كل مره هادئ، خاصة في الدور النصف النهائي في لقاء العودة ضد مازم. مازم باليوم في الدوزيام ميتون، في لونتام تاع الدوزيام ميتون، لي باس نتاعهم الكل كانوا في ظهر لي لاتيرو نتاعهم. خليت يوسف البلالي كوم اتاكون باش يشد لنا شوية الكرة ويمشي في لي كونتر رابيد. بالنسبة للجونيور الشونجمون نتاعو انيس بدري شفته سور البلان فيزيك إل تيان بلو. ثم دخول هيثم الجويني أكثر، سورتو باش يعاوننا برشا في لي بالاريتي ديفونسيف.
تجاوز عقبة القوي مازمبي ليجد المدرب القدير فوز البنزرتي في النهائي. لو جران فوز البنزرتي امبلومون ميريتي معناها الترشح نتاعو للفينال، فرحان برشا اللي هو فرحان معناها باش نتقابلو. والتلميذ عرف يتغلب على الأستاذ معين، رغم التعب والإصابات والرزنامة عرف يتعامل مع كل هالظروف، وفي الأخير حقق اللقب المنشود، ويبقى البقاء في القمة أصعب من إدراك. يا سيدي نادر، أرجع مرة أخرى، معين من الناحية الفنية، الإنجاز تاع معين في ظرف 6 شهور ماهوش بالسهل. ليه بيك برشا عام سنين. صعيب صعيب المدرب برشا برشا. شوف استحقاق كبير، لأنه لو كان سنة كاملة نحكي وعندك كل وقت باش تعمل تحضيرات باش تنتدب، في ظرف 6 شهور 60 مباراة قال معين. بعض 41 مباراة لو عماد كيلاني يبعث المعين كهوة 41 مباراة من اللي خذت الترجي. من اللي خذت الترجي. اللي هي برشا تسمى. حبينا لو 10 اكتوبر انا. اي نعرف ايه. ليه لكن كمدرب. كمدرب اول معناها كمدرب اول. بالنسبة أهم نقطة هو أنه لما يكون عندك رصيد بشري ثري، راه مش بشرطيه كل مدرب ينجح في التعامل مع الرصيد البشري. باهي معناها حسن التعامل مع. ثم مدربين يقول لك أنا عندي 7-8 ملاعبية هذوك العمود الفقري ما نغيرش. موجودين هذوما. معين يوم عيد ميلاد الترجي. يغير لك ضد بنقرديان يلعب بالفريق الثاني ماهوش بالسهل انه يعملها، ووقت البطوله ماهيش واضحه كما تو البطوله وقتها ماهيش واضحه، ثم الثلاثي يتصام اجل البطوله، وبالتالي نحكيها في بلاتو سهله، لكن المدرب باش يتبقى ماهوش سهل، لازمها ثقه في الامكانيات، قوه شخصيه، وميساج بوزيتيف، وانك تحضر الملاعبيه تخليهم كلهم جاهزين ماهوش بالسهل، وبالتالي شيء كبير نادر شيء كبير. معين نجح لانه يخلي تقريبا 18-20 لاعب عندهم الجاهزيه. والله البوان هذا اللي يحكي عليه رازي راهو سي تري امبورطون. تعرف احنا جانا ماتش في بنقردان لو 15 جانفي عيد ميلاد الترجي 100 سنه واحنا نلعبوا كونتر بنقردان في المنزل، وهون تي اوبليجي باش نهبطوا، هبطنا 3 جوار من الاسبوار لعبوا صحيح لاكود ومؤمن الرحماني وانا 3 جوار اللي نسيت، معناها انا بري لو ريسك وربحنا 2 بلاش ولا علاش قتل وكم البطوله هكاك تقريبا في البطوله الخطه التكتيكيه تقريبا باستثناء في الشامبيونز ليج في البطوله الامور واضحه في الاغلب 4-2-3-1 بصراحه بحكم انه مستوى الترجي بقيه مقارنة ببقيه الفرق حتى ما فيها الفرق الكبرى الترجي عنده اسبقيه كبيره على الفرق هذه وبالتالي 4-2-3-1 في الشامبيونز ليج يطلع المستوى الكاليب نتاع المنافسين يتغير معين تقريبا باستثناء مباراة حرية كوناكري في تونس 4-3-1 بقية المقابلات الكلهم 4-3-3 ذهابا وإيابا من أورلاندو القسنطينة المازمبي وكذلك النهائي وبالتالي يعرف يقرأ اللاعب سانتينا كاد تروان سانتينا كاد تروان ذهاب في الذهاب غادي الانيماسيون تفرق بيان سور ساعات معناها حتى الكاد دو 3 ولا 4-3 فما انيماسيون بين كولي وكوم ديما كولي بالي يقعد وكوم هو يطلع تونجي على كوم باش نحكي عليه في تغيير مراس بعض اللاعبين. انت قبيل حكيت معين يسمع ويتشاور وياخذ راي ويتقبل وظهر انه يتفرج في المقابلات وظهر انه يغير حاجات. معين احنا هنا حكينا على البليلي وعلى تمركز البليلي كصانع العاب، بعد 4-5-6 مقابلات كل مره يغير البليلي، اقتنع معين فعلا انه البليلي القوه نتاعو عاد يوقف اليسار، ولما عندك قوه في جهه يلزمك الدعم. اقتنعت هكا معين. اقتنعت. شوف نادر عنده اي واحد عنده فيزيونومي يشوف الحق. تشوف في البونت ولا الانيماسيون الناس البدري وين تلقاه؟ في البوست نتاع نمرو 10. وقت تكون في التنشيط الهجومي هذاك يدخل يوسف البليلي وين تلقاه؟ في البوست نتاع نمرو 10. الانيماسيون راهو هذا كله معناها التنشيط الهجومي على اليمين على اليسار. هذوما حاجات نعرفوهم احنا وجوارات الانيماسيون هم احنا نتحكموا فيها في وسط فوالا المسكيني كيف اكتشاف بدا كانه حل يعني اضطراري في غياب اصابه الظاهرين اليمين الدربالي والمباركي ولا اختيار ولا يزاحم في اللاعبين هذوما ومعين خلق ظهير ايمن ثالث بخصال مختلفه على البقيه وهذا يحسب ليه كيف كوم مقابلة الملعب التونسي مشى عمل تمريره حاسمه للهوني كانت تتذكر وقبل مع خالد بن يحيى تذكر كان دائما كوم وكوليبالي كوم هو يقعد ارتكاز محوري وكوليبالي يقدم معين قلب الحكايه هذه لانه كوم عنده مواصفات اكثر باش يمشي لقدام من كوليبالي واستغلال الكرات الثابته اللي هي في السنوات الفاضله كانت اهم نقاط قوه الترجي غابت في فتره معينه وحكى عليها معين رجعت في الفتره الاخيره اغلب اهداف الحاسمه كانت للترجي من كرات ثابته وهذا يدل على انه ثم عمل في التمارين ناخذ فهمي وخليل شنو ربما ملاحظاتهم. بون معين دخل التاريخ مش حكى على روحه معين دخل تاريخ الترجي التونسي من خلال الالقاب
حاليا عنده بطوله نجم غدوه يكون يتوج بالبطوله الثانيه سوبر كوب تونس دو تشامبيونز ليغ. يظل ما نجمش مدرب يطلب اكثر من هكا في ظرف 6 شهور. معين يستحق الشيء هذا اللي عامله الحقيقه، معناها مش خاطر بجنبي معين، معناها كنا الناس كل نتكانوا كون معين باش يكون مدرب كبير، وظل النتائج تحكي عليه صحيح صغير في العمر لكن نتائجه تحكي عليه. خدم مع ثلاثه مدربين اللي هما كما سي عمار، كما خالد بن يحيى، كما فوز بن زرتي اللي هز معهم الالقاب وعمل معهم تتويجات، ونعرفوا النضج اللي عند معين. زاد ما ننساوش معاه ستاف محترم، معاه مجدي، معاه عثمان، معاه صبري، معاه الاولاد الكل موجودين في الصحافه، الناس كل تقريبا ياسين ياسين دكتور ياسين بن احمد، دونك عمل كبير وبرافو المعين والستاف الكل. خليل شو تنجم تقول على معين؟ الخدمه تجيب الحاجه صعيبه في من بعد ما هزينا الشامبيونز ليغ اللي تقعد مخلي ليكيب في نفس لونفي ونفس الكونسنتراسيون، هذيك اصعب حاجه. بار مومون جوست من بعد الفتره هذيك يحكي لنا على العام اكسبسيونيل تاع ليسبيرونس، راكم تنجموا تكتبوا تاريخ الترجي، راهو مازالوا عندنا 4 ولا 4 تيتر اون جو، راهو تنجموا تعملوا كامل بالخدمه. بار مومون نحن تبدا ايش قاعد يحكي، معناها هزينا الشامبيونز ليغ انا مازالك هاو، وبشويه بشويه كل مره راه مازالوا عندكم 4 شهور، راه مازالوا عندكم 3 شهور، راه مازالوا عندكم شهرين، حتى ديرنييرمون الجمعه الاخرى راه جمعه مازالت، معناها ايفيكتيفمون تصور معناها مع هو وستاف الكل جينيراسيون هذيا الكل تاع ليسبيرونس برئيس النادي سي حمدي بالمسؤولين سي راف بن نور بالستاف الكل سياسيين ليكينيجو الكل ووليد العارم حتى منير نتاع البارك ما ننساش معناتها تصور كتبوا اساميهم بالرسمي من ذهب، وحتى حد باش يكتب بالتاريخ، حتى حد ما باش ينسى الجينيراسيون هذيا. مرياث معين بالنسبه اللي نحن الترجي التونسي ان باري ريوسي قام به رئيس النادي الحقيقه، ما كما قلنا اليوم نجم نقولوا كيفاش معين نجم يزيد يطلع اكثر. لا اكيد هو يعرف اللي هذا كله معناه في اطار فماش واحد اون اريت با دابروندر، معناها اليوم معين بيدو قاعد يتعلم. معناها هل ثم برنامج نحكي معك تو بامور ربما، يعني هل ثم برنامج انه معين الشعباني توا يعملوا ترجي تخصص له مثلا ميزانيه ولا حاجه؟ انه اكيد انه معين بيدو يحب يزيد يشوف حاجات مخير، يمشي ربما يزيد يحضر في محاضرات كبيره لبرا، يمشي يتفرج في ديزونترينمون تاع كيبات كبار، من حقه نعرس معين الشعبي يشوف العالم تاع كره القدم اللي يزيد يطور هو بيدو في افكاره، خاطر هو مشروع مدرب ناجح حتى حد ما يشك في هذايا، اثبت هذاك خذا لي تيتر نتاعو مش مربوط بالنادي. لكن اذا كان ترجي تحب معين يعمل معها 10 سنين ولا 15 سنين كيما يعملوا الفرق الكبيره، ما اذا كان يلقاو مدرب كيما هناك شو يطلبوا اكثر من هذا؟ يلزم يعطيه فرصه باش انه يطور هو بيدو في ما تحب نكونوا صريحين، معناها ما بعدنا انك تشرف على الترجي التونسي بالماراثون هذا نتاع المباريات، وانك تقوم بروسيكلاج وتمشي وتعمل ما يقابلش بعضه، معناها يلزم برمجه بمسابقه ويلزم نحكيو في الموضوع هذا. علاش حبيت تقول مسابقه لا شيء، يخلي المساعدين نتاعو يمشي ويطلع كيما يعملوا البرر. اي ومن بعد خلي كرام شدك واحنا هناك تبدا الشده معنا عليه في السيف واحد يلقاه ليه ليه يلقاه معناه في السيف في وقت التحذيرات هو شنو يمشي يحضر في ديزونترينمون يحضر رازي في وقت وقت شوف رازي هكا نجموا احنا نصنعوا مدرب من حجم كبير رازي وقت يلزم معين يشاور مرته سورتو خاطر جوبونس الفاكونس ماش قاعدين نتقابلوا يستغل لعائلته معناه اول حاجه بالحق معناه كل نهارين ماتش ونحب نشكر عائلتنا الكل عائلات معناها ستاف اللي هما مضحين اكثر بالحق معناها هذه فرصه باش نشكروهم ديجا متحملين البريسيون نتاعنا كبيره نفرغوا فيهم قلوبنا خاطر فما يافي بوكو دو بريسيون اون بليس ماناش حاضرين معاهم برشا فواياجات وبرشا ستاجات كيفاش كانت مشيتو على قبيله على الافكتيف كيفاش معناها الاطار الفني الى جيري وتبديل وتعامل مع التبديل انا كنت حاضر على علاش قلت راهو التعامل بين الانسجام بين المجموعه الكل باهي الاطار الطبي شنو الكونسين اللي قال ولا الاقتراح والنصيحه اللي اعطاها بحضور الناس الكل انه ما فماش ملاعبي يلزم يعمل 3 مباريات من التالي الملاعبي لازم يلعب 2 مباريات 3 لازم يرتاح لا. فبعد اخذ العين الاعتبار الراي هذا نتاع الاطار الطبي وعلى راسه السيد ياسين بن احمد الاطار الفني غادي وين يتعامل مع المجموعه اللي عنده من اللاعبين باش يخلي انه كل ملاعبي الماكسيموم تاع مشاركته انه 2 مباريات الثالثه ما تكونش موجوده هو صحيح اللي حكيها رياض ساعات نوصلوا فما دي جوار لعبوا 3 مباريات ورا بعضهم وضحين مثلا ناخذ كام تاع حسين الربيع
اللي تلزينا في وقت من الأوقات، حتى هو مجهد وتعب ولعب خاطر ما عندناش معناها الحلول. كان خليل مضروب كحل على اللي صار، وكان أيمن بن محمد فماريس. ديما الكونتاكت مع الدكتور ياسين بن أحمد يصير أول جمعة قبل الماتش. دكتور، شكون لي جوار اللي داخلين في الريسك أبار البلانيفيكاسيون باش نستحفظوا على الأقل على الملاعبي وقتها من بعد احنا أونفيز معناها اللي شوفوا الواحد. كيفاش كانت مسيرة البطل في الكأس رابطة الأبطال هذية مع حمودة بن سليم نضال بن حميدة؟ الترجي الرياضي الحالي هو ترجي استثنائي، ترجي الأرقام والنجاحات. الترجي في سابقة تاريخية يحقق رقم قياسي عالمي بعد ما تمكن من التتويج بكأس رابطة الأبطال للمرة الثانية على التوالي وفي مدة لم تتجاوز 7 أشهر. وبين 9 نوفمبر 2018 و 31 ماي 2019 الترجي يرفع أغلى الكؤوس القارية في 2 مناسبات متتالية. الترجي ينجح في التتويج في المسابقة الأخيرة اللي دامت 140 يوم مع تسجيل 18 هدف قبول 6 أهداف في 12 مقابلة ودون هزيمة، على غرار سنة 94 مع أول لقب قاري فاز به في نسخته القديمة مع فارق المدة، بما أن مسابقة 94 دامت 302 يوم. أيضاً عدد الأهداف سجل 24 هدف قبل 7 أهداف في 10 مقابلات. نجاحات الترجي بدأت من دور المجموعات اللي حقق فيها أرقام يصعب باش تتجمع عند فريق واحد، بما أنه ترشح للدور الربع نهائي قبل بجولة دون هزيمة وبالفوز على كل منافسيه مرة على الأقل. الترجي مقبل إلا 2 أهداف، رامي جريدي حقق الكلينشيت في 4 مناسبات. في الدور الربع النهائي الترجي ينتصر ذهاب وإياب على شباب قسنطينة 3-2 في قسنطينة، 3-1 في رادس دون عناء، يتعدى لمواجهة أبرز المرشحين للفوز باللقب تيبي مازامبي في نصف نهائي صعب، بل هو نهائي سابق لأوانه. يوسف البليلي يحسم المواجهة بهدف كان كافي، بما أن الإياب وفاع التعادل السلبي الترجي بالحد الأدنى يتأهل للدور النهائي في مقابلة فيها أكثر من مواجهة. الوداد والترجي، فوزي البنزرتي معين الشعبين، كل واحد يعرف كل صغيرة وكبيرة على الثاني. النتيجة 1-1 في الرباط. في رادس يوسف البليلي يصنع الفارقة، الترجي يصنع الحدث بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي كأول فريق تونسي وكرابع فريق في إفريقيا يفوز برابطة الأبطال مرتين على بعض. الترجي يحقق أكثر من رقم، أرقام ونجاحات الترجي جات بفضل المورن معين الشعباني اللي زرع روح جديدة في الترجي، عرف يدور مجموعته بعد ما استعمل 29 من 30 لاعب، 5 منهم البدري البليلي الخنيسي كوليبالي وبن محمد شاركوا في 11 من 12 المقابلة، 6 ملاعبي أجانب ساهموا في التتويج هذا، 3 منهم بأهداف حاسمة، فوسيني كوليبالي، فرانك كومب 2 أهداف، يوسف البليلي بـ3. لينهي رجل المهمات الصعبة يوسف البليلي المسابقة كهداف للترجي. في مسابقة تبقى عندها نكهتها الخاصة للممارن معين الشعباني، بما أنه يصبح أصغر ممارن في العالم يحرز على لقب رابطة الأبطال مرتين في أقل من 7 أشهر، يتزامن هذا التتويج مع موسم المئوية لترجي باب سويقة. هذه كانت طبعا مسيرة بطل إفريقيا الترجي الرياضي التونسي. تتويجات من تتويج لتتويج، تتويج مر هذه في كرة اليد بالنسبة للترجي واللقب رقم 32 في تاريخه، اللي هو طبعا رقم قياسي كذلك بالنسبة للترجي. نشاهدوا تتويجه مع سليم بن صالح حلام نواش هشام حجيش. بعد 24 ساعة على تتويج بلقب الشامبيونز ليج، لقب جديد يدخل خزينة الترجي في موسم المئوية، وهو تتويج بطولة كرة اليد للمرة 32 في تاريخ فريق الأحمر والأصفر.
التتويج كان على حساب النجم الساحلي، سحب لقب الموسم الفارط بعد ما انتصر عليه الترجي في ذهاب وإياب بالدور النهائي. امبارح فوت اليوم هوند فولي قبلنا، مازال عندنا جمعة جاية تيتر بقدرة ربي، ربي جبنا في السويد. ميساج لهم شياب خونا الله يرحمه، إن شاء الله ربي يخفف عليه، نهديه له التيتر هذا. ما كانش بطولة سهلة، كما قلت سيطرنا على كل المستويات، ربحنا ماتشواتنا كل الحمد لله. الترجي سحب الرقم القياسي في عدد البطولات سجل موسم استثنائي، إذا عرفنا أنه التتويج بالنسخة هذه كان دون هزيمة مع السيطرة المطلقة في مواجهات الكلاسيكو، وينفاز في المواجهات الخمسة هذا الموسم سواء في مسابقة الكاس ولا البطولة. اليوم الترجي في الموسم هذا ربح 5 مرات نجم الرياضي الساحلي، ربح 4 مرات بكير المهدي اللي هو الرابع، ربح الثالث وليد الافريقي 3 مرات. الحقيقة السيطرة واضحة على الفريق الكل، 24 ماتش على 24 من غير هزيمة. انا ايتي تري كونسنتري على خاطر سي با فاسيل باش تلعب 3 ماتش سكسيسيف قدام لو ميم ادفيرسير، دونك باش تحافظ على نفس الكونسنتراسيون وتحافظ على نفس الديسيبلين. نهائي البارح كان في اتجاه واحد وشبيه بمباراة الذهاب في سوسة، وسيطر عليها فريق الترجي بطول العرض وما لقى الصعوبات طيلة المقابلة، والدليل وأنه حافظ على الأسبقية في النتيجة منذ الشوط الأول اللي انتهى 15-12. ونفس الشيء في الشوط الثاني، فريق ببسويقة زاد عمق الفريق ونوصل 6 أهداف لتنتهي المباراة بانتصار 24-20. سيطرنا اليوم على اللقاء بكل جوارحنا، حتى صحيح أنه الترجي النجم رجع في آخر الوقت الفرق 2-3 و4، لكن ما كنا واقفين، كنا استحفظنا على كورتنا، كان ثم الاكسبيريونس في التيران، كنا كالم وهزينا البطولة، وهزينا البطولة عن جدارة كبيرة ياسر الحقيقة. اليوم معناها عرفوا كيفاش يتصرفوا في كامل ردهات المقابلة، حاولنا نرجعوا في السكور ما قدرناش، عملنا ايفور كبير سورتو في الشوط الأول بعد ليكاري اللي خذاوه، ونا بابيو معناها رفنير في المباراة. مبروك عليهم، إن شاء الله حظ أوفر للشبان، مستقبل عند النجم الرياضي الساحلي، خاطر كي تجي تشوف المويانداج اللي بيننا وبين الترجي فما تقريب 6-7 سنين بيننا وبينهم. المدرب نجيب بن ثير حقق المطلوب في مباراة البارح رغم غياب بعض الملاعبية بعد عقوبة الرابطة، ولقى عناصر الخبرة على غرار جبر اليحيوي البوغانمي وخاصة ادريس لدريسي اللي كان سد منيع العرين الترجي في أكثر من مناسبة. والله الحمد لله أنا من اللي جيت للترجي معاهم في صحابي، هم زاد يعاونوا فيا برشا، كسوا أنا ولا أمين ولا حمزة، كما قلت لك هذا كل ما يجيب حد شيء معناها كان بالخدمة، احنا نخدموا وساكتين على رواحنا وإن شاء الله ديما متوافقين. الترجي بعد الفوز بلقب البطولة العربية وبطولة تونس مازال أمام فرصة الخروج بالثلاثية في موسم المئوية لو يفوز بلقب الكيس في نهائي السبت القادم ضد ساقيت الزيت. نسحقوا باش نزيدوا بليه الحقيقة، ما كرويا ما فماش كون معناها الحقيقة، معناها كرويا كنحكيكو هوند بالستيك ما معناها إكيبتنا محترمة ومحترمة للغاية، زاد نحترموا ساقيت الزيت، أما إن شاء الله باش نجيبوها الكوب هذه خطر مئوية هذه يلزمها دوبليه. الترجي الرياضي التونسي موسم مئوية، الترجي فاز تقريبا بكل الألقاب، دوبلي في الفوليبول، كرة اليد، بطولة عربية وبطولة تونس، في انتظار على بعد مباراة من الدوبلي زاد نهائي كأس، ترجي بطولة تونس في كرة القدم واثنين رابطات أبطال. هذا الكل الحقيقة عمل الإنسان اللي سهر على كل الفروع هذه مع بعضها هو رئيس النادي السيد حمد المدب، اللي حط كل آليات النجاح ويلامي طول المهام باش الفريق ينجح، مش كرة قدم بركة فحتى الرياضات الفردية والتتويجات هذه إلا معناها ثمار العمل اللي يقوم به الترجي التونسي، معناها مجهودات كبيرة وإمكانيات كبيرة قاعدة تتحط باش نجمنا نقاوموا الماراثون هذا. تنقلنا في عدة رحلات خاصة، تنقلنا في دون دي كونديسيون اللي حطيناهم بهين، فمشكور رئيس النادي السيد حمد المد. بلا سرياد عندي شويه هكا خاطر دو كومبيتيسيون ديفيرونت، شامبيونا وشامبيونز ليغ، انتم تلعبوا بالمريول تاع الشامبيونا، حكم لعبتوا المريول في ثلاثة نجوم مش جوج نجوم. قال لك باش صحيح ولا لا؟ تو باش صحيح ولا لا؟ تو برشا نجوم كثروا في الأربعة نجوم. لا صحيح ولا لا؟ صحيح مريول الجديد باش نكثروا. لا لعبتوا بالمريول تاع الشامبيونا دو زيتوال. نمشيو مع فقرة إشهارية توا في قبل هذه، نحبوا قبل هذا نتقدموا بحار تعازي واصدق عبارات المواساة والتعاطف للدكتورة سونيا بشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة وزير الصحة بالنيابة على أثر وفاة والدها سيد محمد الهادي السويسي، ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون. دورة هامل رمضان كاب، إسلام بن صالح
حلمنا واش بالحسن بن نصر في فقرة إشهارية. في أجواء رمضانية ممتازة أقيمت دورة هي الأولى من نوعها في رياضة كرة اليد تحت عنوان هومال رمضان كاب، واللي تضم فرق مختلفة من عدة مؤسسات وشركات. كانت فرصة أن باش نعاودوا نتلاقاو البنوك والشركات والمؤسسات التونسية في الليل في لما تاع هوند. تعرف أنت الهوند مش كيما الفوت، معناها ما يتلعبش بارتو، فهمت؟ مش في البطاحي مثلا ولا على البحر. الهوند يزمو صالة ويزمو معناها تنظيم ويلزموا معناها ديزاربيتر اي تو سا، دونك مش سهل باش يتعمل. وهذا كانت لنا فرصه باش نتلموا مع الشركات لي كونفرير والمؤسسات اللي تلعب في الهوند وحبا اللي الناس اللي تحب الهوند. الدوره هذه كانت من 13 ل 27 ماي وجات في شكل سهرات رياضيه لاستعاده ذكريات جميله مع نجوم كره اليد على غرار عماد الدبابي، هيكل مغنم وحسام حمام لاستقطاب الشباب. برشا لاعبين اخرين اللي شاركوا وعطاوا معناتها نكهه اخرى للدوره وعطاوا تنافس كبير معناتها للدوره ابار معناتها اللي تورنوا هذوما اللي نعملوا فيهم معناتها السبورت ترافاي ولا اللي تورنوا انترناسيونال نعملوا في الاكيب. قعد زاد قريب للصغار وعندنا معناتها دوز اكاديمي ونعملوا في الفورماسيون للصغار، دونك هذاك الكل يدخل في تطوير معناتها كره اليد. ومن خصوصيات التورنوا هذا ما كانش في قاعات رياضيه معروفه كما تعودنا، بل تم استغلال القاعه الرياضيه بكليه العلوم بالمنار، وفي هذا اكثر من معنى حتى تعود كره اليد للساحه الجامعيه. والاكيد وانه الدوره هذه كانت فرصه باش القاعه هذه تفتح ابوابها في القريب العاجل دورات اخرى. قاعه معناتها دوك الجميله اللي تشوفوا فيها هذه اللي هي معناتها دوك انا نعتبرها معناتها على غرار معناتها دوك القاعه نتاع معناتها دوك دره المتوسط في رادس، هذه دره معناتها دوك المركب الجامعي معناتها دوك صاله معناتها دوك انيقه معناتها دوك كما تشوفوا فيها معناتها دوك توا معناتها دوك يترناو فيها معناتها دوك اولاد صغار معناتها دوك اللي باش يمشوا اللي يمثلوا معناتها دوك الجيل الجاي معناتها دوك الجيل اللي باش ياخذ المشعل. دورة نالت استحسان الجميع من ناحية التنظيم أو المنافسة، شيء اللي خلى العديد من الأطراف يتجهوا في نية إجراء بطولة خاصة بكرة اليد للشركات والمتوقع انطلاقها في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لنا الدورنوا هذايا معناتها خلينا نقفوا على معناتها الإمكانية أن نعملوا بطولة وطنية معناتها للشركات نحاولوا ننظموها معناتها السنة القادمة. بادرة طيبة نشجعها. يلا كلمة ختام باش ناخذها من عند خليل ومعين. خليل شكرا على الاستضافة والحاجة استحقوها وحقكم عليها وأنا حتى مبروك مبروك علينا الكل، مبروك على الترجيين الكل. إن شاء الله نحن كجوارات ما قصرناش في حق النادي نتاعنا في حق الجمهور نتاعنا اللي كنا نتمناه كل جمعة نلقاو الأمبيونس هذيك 50 و60 ألف. مالوريزمون واحد باش يلقى الامبيونس هذيك كان في الدمي فينال ولا فينال تشامبيونز ليغ. وتاريخ الترجي مش باش يقفل هنا، ان شاء الله وراه رجال باش يخدم باش يخلي ديما الترجي ديما في الصداره ان شاء الله. صح معين. نحب نشكر بالطبيعه الاطار الفني الكل اللي يخدم معنا لانه خدمه كبيره خدمه الحقيقه، مام حتى خارج اوقات العمل معناها فما دي جوار اللي يخرجوا يترناو لبرا. نشكر الإطار الطبي العاملين في النادي الكل وبطبيعة سي حمدي المدب على رأس الفريق ككل. ما ننساوش الجمهور متاعنا لأنه الحقيقة اليوم كي تشوف الديبلاسمون اللي عملوهم للجزائر ولا المروك ولا مصر ولا القطر دبي في كل بلاصة معناها ديرو كور يعطيهم صحة، كانوا سند كبير لنا. مشكورين على الاستضافة. إن شاء الله نقولوا هذه مناسبة نقولوا الشعب التونسي إن شاء الله زاد عيدهم مبروك وإن شاء الله ديما الرياضة التونسية في تألق. يعطيك صحة رياض كم معك. تحية خاصة اللي نجم المئوية ونجم التتويجات الترجي التونسي جماهيره اللي عملت سنة عام إكسبسيونيل على مستوى احتفالات مئوية الترجي على تنقلاتها على مساندتها اللامشروطة للفريق وعلى دعمها المتواصل واللي خلاتنا وعاونتنا وخلاتنا نهزوا هذا الكم الهائل من الألقاب. ربي يفضلهم لجمعيتهم وإن شاء الله ديما هكاكا يد واحدة الناس الكل كما شفنا خاصة في النهائي في تحول المغرب ولا في مباراة العودة ولا موسم كامل كيفاش قضيناه متعة لمشاهدتهم.
بربي رازي ان شاء الله في المباراه نتاع البطوله تسليم البطوله اذا كان ترجي يهز البطوله ان شاء الله يخليه استاد يتعبى وتجي جماهير الترجي الكل في استاد رادس فيه 55000 باسكو هو على قاب قوسين وعندنا باش يهز البطوله خلي الاحتفال يكون حقاني. شكرا لكم. ذكركم غدوه الترجي يلعب ضد الشبيبه الرياضيه القانونيه في اطار مباراه متاخره في البطوله وكذلك النادي النجم الرياضي الساحلي ساعتين ونص النجم الرياضي الساحلي يستقبل النادي الافريقي في اطار مباراه متاخره كذلك لحساب دور الربع النهائي لكاس تونس. يعطيك الصحه رياض مراد كابتن خليل معين وفهمي ان شاء الله عيدكم مبروك والعام انتم حيين بخير. يعطي بلقاتهم تاعها الوطنيه الاولى. صباح الخير.